أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، تحية طيبة. وبعد بنكمل مع بعض سلسلة الامتحانات على الوحدات اللي أنا بحاول أجمع فيها كل النقاط المهمة في الفوكابري والجرامر والإكسبريشنز وكل ما يخص الوحدة، عشان خاطر ما تحتاجش حاجة غير إنك تحل الامتحان ده عشان تراجع الوحدة. النهاردة بإذن الله هنتعامل مع بعضينا مع يونت 3 سكندري 1. طبعا أول حاجة بتكتب اسمك عشان بيظهر عندي طبعا الاسم والدرجة، عشان لو حبيت تسألني يا ريت تكتب اسمك صحيح، عشان لو حبيت تسألني على أي معلومة تكتب المدرسة. وتدوس نيكست عشان يبدأ معاك الامتحان. نبدأ كده على بركة الله. نمبر 1، هاني was sent to space for attacking a man with a knife. for attacking a man، عشان هجم على راجل ومعاه مطوة، معاه سكينة. اللي بيعمل كده بنوديه فين؟ بارادايس الجنة، ولا بالاس القصر، ولا بريزون السجن، ولا هوتيل الفندق؟ أكيد طبعا اللي بيعمل كده بنبعته ها، أيوه بريزون. يبقى هاني was sent to prison for attacking a man with a knife. نمبر 2، You bought me my theater ticket yesterday, so I space you some money. انت اشتريت لي التيكت بتاعتي امبارح بتاع المسرح. I space you, I own borrow land. طبعا الكلمات دي هي own اللي هي الاختيار التاني، يعني يمتلك، بعيده شويه. التلاتة اللي هيتخانقوا مع بعض، borrow يستلف ولند يسلف، والاثنين دول يستلف من borrow from او لند يجي بعدها الشخص اللي بيسلفه. فانا انت اللي دفعت، يبقى اي او يو انا ادين لك، يبقى الفعل او يعني يدين، انا ادين لك بالفلوس، يبقى اي او يو. لو ما ينفعش اقول اي بورو يو سم ماني، لاني انا كده انا سلفتك فلوس، او اي لند يو سم ماني، تمام. لكن لو قال اي بورو فروم يو سم ماني، انا استلفت منك فلوس. المعنى طبعا انت اللي دفعت لي، يبقى انا مدين ليك، يبقى اي او يو سم ماني. نمبر 3، My baby sister never stops eating. She is space, healthy and happy. هي أختي ما ب... إيه؟ ما بتبطلش أكل. يبقى هي يا ترى دم دم ولا plump ولا thumb ولا pump؟ إيه الكلمات اللي شبه بعض دي كلها؟ أول واحدة dump يعني كانت تسبيك، ما بتتكلمش، خارصة، لكن ما بيعملش كده. طب plump، إحنا قلنا plump دي يعني slightly fat، في شكل حلو كده، اللي هو تخين شويه بشكل حلو، مدور كده زي ما بيقولوا. وثم طبعا اللي هو الابهام، وبمب اللي هو مضخ او يضخ. طبعا هي بتاكل كتير، يبقى اكيد شي از بلمب، شي از بلمب يعني سلايتلي فات، دايما يعني تخين شويه بشكلها حلو في الغالب، فمقبوله يعني. My baby sister never stops eating, she is plump, healthy and happy. 4. Charles Dickens wrote great space like Oliver Twist and A Tale of Two Cities. Charles Dickens ده كاتب مشهور، كتب great ايه؟ حاجات عظيمة زي ايه؟ Oliver Twist و A Tale of Two Cities. يا ترى Oliver Twist و A Tale of Two Cities، قصة مدينتين، دول ايه؟ poems قصائد، novels روايات، plays مسرحيات، reports تقارير. ايوه دي روايات طبعا. ومعروف طبعا ان تشارلز ديكنز ده كاتب روائي، ومعروف ان اوليفر تويست و A Tale of Two Cities دول تو نوفلز اوف تشارلز ديكن. يبقى تشارلز ديكن رود جريت تو نوفلز لايك اوليفر تويست اند A Tale of Two Cities. نمبر 5، If you drive too fast or fast you will break the space. The police might fine you. ممكن تكسر ايه؟ The police might fine you. كلمة fine هنا بمعنى غرامة أو يغرم، هنا البوليس هيغرمك، هيدفعك غرامة، تمام. طيب هتبقى لو أنت سبت بسرعة هتكسر إيه؟ أنا طبعا عندي تعبيرات مع break. Break the promise يعني يخلف وعده، break the law يعني يخالف القانون، break the record يعني إيه؟ break the record يعني يكسر الرقم القياسي المسجل سابقا. طب وبريك ذا ايس؟ بريك ذا ايس كده بمعنى يمهد. انا المدرسين بيقول لك انا هعمل في الاول في الحصه ايس بريكر او بريك ذا ايس. طبعا ديت كلها تعبيرات مع بريك،
وكلها صحيحة، لكن المعنى ده لو صوت بسرعة you will break the law، هتكسر القانون، وطبعا the police might fine you. زي ما قلت لكم انا بحاول بوضح بشرح اليونت من خلال الامتحان. نمبر 6، the new advertising campaign has been very successful. successfully success succeed، طبعا معروف succeed الفعل يعني ينجح، success النجاح، successful ناجح، وsuccessfully طبعا الادفيرب منها بطريقة ناجحة أو بشكل ناجح. طبعا الكامبين advertising campaign الحملة الإعلانية كانت very أكيد طبعا successful، طبعا لأن دي adjective للكامبين للحملة يبقى successful. 7 when we found the space when we find the space the price of the shirt we were shocked. when we found سعر الايه الشيرت القميص اتصدمنا. found up found out found down found for ايوه مفيش غيرها تنفع. found out اللي هي الماضي من find out يعني يعرف يكتشف، هنا بمعنى يعرف معلومه. لما عرفنا سعر القميص اتصدمنا. نمبر 8 his base that his wallet was stolen stolen مسروقه. he recognizes that made that explode that realizes that. طبعا he recognized it ولا made ولا explored ولا realized. الفعل هنا ادرك realized ادرك ان محفظته اتسرقت، يعني خد باله. ما ينفعش تعرف ولا صنع ولا explore يستكشف، كلهم اختيارات مش قريبه. نمبر 9 the man has committed several crimes he is a الرجل ده committed يعني جنى عمل يعني عمل جرائم several crimes committed crimes يعني ارتكب جرائم عديدة. he is a detective soldier criminal officer أكيد مش مخبر طبعا ولا جندي ولا ضابط طبعا، أكيد اللي يرتكب جرائم كثيرة ده يبقى إيه يبقى criminal يبقى مجرم. the man has committed several crimes، وخد بالكم الفعل commit crime يرتكب جريمة. number 10 most charities rely on space contributions from the public. اللي charities اللي هي ايه قلنا charity دي بمعنى بر او احسان او صدقه او جمعيه خيريه، كل معظم الصدقات rely on تعتمد على ايه contributions. هنا في نون اللي هي اسهامات او مساهمات من الجمهور او العامه، يبقى انا عايز صفه اللي ايه اللي هي طبعا volunteer ما ينفعش، هي voluntary هي الصفه الوحيده اللي تنفع voluntary contributions اللي هي الإسهامات التطوعية من العامة. وطبعا فوليوم يعني صوت، وفاكيوم مكنسة كهربائية ما تنفعش خالص. 11 only the space can take part in the Paralympic Games. Paralympic Games دورة الألعاب المعاقين، مين يقدر يشارك take part يشارك، حلو جدا. مين اللي كان تيك بارت في البارالمبيك جيمز؟ ذا هيلثي؟ لا طبعا. بلايند؟ لا. ايبل القادرين؟ لا. ذا ديس ايبل، ويعني ايه ديس ايبل؟ يعني اللي هم اصحاب الاحتياجات الخاصه. ذا ديس ايبل اونلي ذا ديس ايبل كان تيك بارت ان ذا بارالمبيك جيمز. 12 سم ستودنتس لايك فرنش دونت لايك ات، وفي فلسطين خدوا بالكم مهمه جدا هنا تمام. some students like French بعض الطلاب بيحبوا الفرنش. space don't like it بما ان بعض الطلاب يبقى اخرون، ايه الفرق بين other و another و others و the other؟ نبدا بيهم من تحت. the other يعني تاني مالوش تالت. لما اقول مثلا I have two brothers one is called احمد and the other is called علي، the other يعني تاني مالوش تالت، و other يجي بعدها اسم جمع other students، يعني ممكن نقول some students and other students يعني بعض الطلاب وطلاب اخرون. another يجي بعدها اسم مفرد. others بقى ما بيجيش بعدها حاجه، هي تساوي other زائد اسم جمع. هنا بعض النقط ما فيش اسماء خالص، يبقى الاجابه الصحيحه others. some students like French بعض الطلاب بيحبوا اللغه الفرنسيه. others others اخرون معناها other students، بس بما ان بعض النقط ما فيش students فاخترت others. others don't like it بعضهم والاخرون لا يحبونه. 13 our society should look space homeless children. المجتمع لازم يعتني look بالهومليس. look ايه يا ترى؟ look at ينظر الى الهومليس، ولا look after يعتني بهم، ولا look forward يطلع الى، ولا look for يعني يبحث عن.
اكيد طبعا نعتني بيهم. وهنا خدوا بالكم ان لوك دي عيله كبيره، لوك اتي انظر الى، لوك فور يبحث عن، لوك افتر يعتني به، لوك فورورد تو يتطلع الى، لوك اب يعني ايه؟ يعني يبحث عن كلمه في قاموس، ولوك اب تو بمعنى يحترم او يبجل. كل دي تعبيرات مع لوك، المعنى هنا بتاعي طبعا ايه؟ لوك افتر. 14 Unfortunately, I space the train to Luxor. Unfortunately, لسوء الحظ. I A القطار للوكسور. بيتت هزمت، ما بتهزمش. كوت لحقته، لا ما ينفعش طبعا. لحقته يبقى ازاي؟ لان unfortunately ما ينفعش. طب lost و missed الاثنين بمعنى يفقد او يضيع، بس خدوا بالكم ما ينفعش lost the train. lost the train يعني القطار كان حاجه في جيبي وضاعت، وقعت مني ما لقيتهاش. لكن missed the train يعني فاتني القطار. طبعا نفرق بين كلمة لوز يفقد، ومس يفقد برضو أو يفتقد، ولكن لوز يعني يضيع حاجة ما يلاقيهاش، لكن مس يفقد حاجة يعني تفوته مع المحاضرة مع القطر مع الأتوبيس. بستخدم I missed the train, I missed the lecture, I missed the bus, unfortunately I missed the train to Luxor يعني فاتني القطر، القطار ما لحقتوش. 15 They thought money would space all their problems. اما كانوا يعتقدوا ان الفلوس would answer their problems, explain their problems, solve their problems, tell their problems. answer يجيب، explain يشرح، solve يحل، وتل يخبر. طبعا الفلوس هتحل مشاكلهم، كانوا يعتقدوا ان الفلوس هتحل كل مشاكلهم. سهله خالص طبعا. نمبر 16 I have spent the past 7 years space in industry. work work it working will work. الفعل spent هنا طبعا with the last ده على بعضيها يدل على continuity for a period of time. فطبعا ده على طول I spent time بعدها الفعل في ال ing اقول I spent the time working. spent seven, the past 7 years working in industry. I spent 2 hours studying. I spent 3 hours playing. وهكذا. Number 17. Poor Hela. She has a cold. She has got a pain in her arm and feels what? يعني هلا المسكينة مالها؟ عندها cold برد. وعندها pain in her arm يعني ايه؟ ألم في ذراعها. And feels وتشعر بإيه بقى؟ feel. احنا عارفين إن feel بيجي بعدها الإيه؟ أيوه. feel happy, feel sad. بعدها صفة. feel miser ولا miserable. misery. miserably. هي الأدجكتيف عندي ايه؟ ميزربل. طبعا ميزر ميزربل يعني تشعر بالتعاسة او فيل ميزربل. ميزر تعيس. ميزربل طبعا وتيب معنى بخيل. خدوا بالكم فيل ميزربل برضو تشعر بالتعاسة او بالبؤس. وميزري الاسم بتاعها طبعا، وميزربلي اللي هي الادفيرب. نمبر 18 He had enough money to pay off his outstanding doubts, debts, thoughts, dolls. عنده فلوس كفاية. He had enough money to pay off. عشان يسد الايه؟ his outstanding. ايوة debts طبعا ديون. يعني الدين الكبير الضخم ده. debts يعني ديون. والبي سايلنت خدوا بالكو. انا بقول debts مش debts. وdoubts برضو بي سايلنت يعني شكوك. وdots يعني نقاط جمع نقطة طبعا. ودولز الضل الدمية او العروسة طبعا. اكيد معاه فلوس عشان يسد ايه الدين بتاعه. 19 The police are still trying to space the cause of the fire. البوليس بيحاول the cause of the fire سبب النار. find out cover invent explore. explore يستكشف. لا يستكشف يعني يعرف التفاصيل حاجة. لما يستكشف الحجرة يعرف ايه، يستكشف بيت، يستكشف غابة، يستكشف مدينة، يعرف ايه المحلات اللي فيها. انفنت يختار حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. وقفر يغطي وهي طبعا الإجابة صحيحة. find out يعني يكتشف هنا، يعني البوليس بيحاول يكتشف سبب الحريق. وطبعا الجملة اللي فاتت ديت لو كان discover موجودة كانت تنفع، يعني ممكن the police are still trying to discover the cause or find out the cause of the fire. 20 It is more than 20 years I traveled abroad. أكتر من 20 سنة I traveled abroad. after I traveled أكتر من 20 سنة من بعد ما سافرت، ولا قبل، ولا since، ولا while.
طبعا لو كان في تكملة تاني للجملة يعني بعد 20 سنة أو قبل 20 سنة حصل كذا، كانت يبقى ممكن أختار أفتر وبفور. وبايل ما تنفعش خالص، والوحيدة اللي تنفع هنا طبعا سينس، يعني عايز أقول إن مر 20 سنة من ساعة ما سافرت الخارج. It's more than 20 years since I traveled abroad. 21. Nadia's best tennis since she was 5 years old. Nadia played, has played, was playing, is playing. طبعا انا عندي هنا سنس وبعدها بس سيمبل كمان، يبقى على طول قبلها ايوه برافو عليك، هو بريزنت بيرفكت طبعا. وعندي هنا ايه، ناديا هاز بلايد تنس سينس شي واز 5 ييرز اولد، انا بتكلم عن حدث في الماضي تمام، ولحد دلوقتي تمام بتلعب تنس من عندها 5 سنين ولسه بتلعب طبعا. ده المعنى بتاع الجمله، بيقول كده ناديا هاز بلايد، ما ينفعش بلايد تنس سينس، وما ينفعش واز بلاينج ولا از بلاينج، الاختيارات كلها طبعا بعيده. 22 I can't phone my parents، ما اقدرش مش قادر اتصل بالبيرنتس بالوالدين. ليه يا عم؟ بيكوز اي سبيس ماي فون، خد بالكم انا مش قادر اتصل دلوقتي، يبقى حدث في الماضي بس ليه اثر على الوقت الحاضر، يبقى على طول الزمن بتاعنا بتاع يونت 3 لو البريزنت بيرفكت. I can't phone my parents because I have lost، لان انا فقدت ماي فون تليفون. طب ينفع هاد لوست؟ لا، كانت دي كودنت، لو قلت I couldn't phone my parents، ما كنتش قادر اتصل لان كان التليفون ضاع، لكن انا بتكلم على المضارع، يبقى مضارع تام have lost my phone، وما ينفعش طبعا has lost عشان I ما بتاخدش has، وما ينفعش loses عشان الاس اللي فيها، وعشان برضه زمن المطلوب هنا زمن present perfect. 23 The plane was has space left. I can see it in the sky. أنا شايفها في السماء. The plane الطيارة left غدرت. I can see it، شايفها في السماء دلوقتي. يبقى has never ولا just ولا ever ولا yet؟ أكيد طبعا هي لسه. just معناها استخدام just مع present perfect معناها حدث لتو، لسه قدامنا اهي، لسه الطيارة أنا شايفها في السماء، يبقى لسه طالعة. The plane has just left. I can see it in the sky. 24 It's 2 weeks since we lost. أيوه تمام كده. لما ألاقي since هنا، وطبعا we lost، ولما ألاقي كلمة lost على طول بعدها past simple since we lost met. خلاص it is 2 weeks since we lost met. 25 I have space pen to the zoo before. Have never just ever yet. طبعا never و just و ever كلهم ينفعوا يتحطوا هنا بين have وبين التصريف الثالث، ولكن مع كلمة before قبل ذلك ما حصلش قبل كده، يبقى I've never I have never been to the zoo before. 26 أحمد is not here، أحمد مش هنا. He has space the dentist، بما إنه مش هنا has been، لا ده has been يعني راح ورجع، هو مش هنا دلوقتي، وما ينفعش has went ولا has goes طبعا، يبقى اكيد has gone، ونفرق بين has been يعني راح مكان ورجع يعني زاره، و has gone يعني راح ولسه هناك ما جاش، فبما انه مش هنا يبقى هو راح ولسه ما رجعش. احمد is not here has gone to the dentist، وقلنا لما نضيف apostrophe اس للوظيفه معناها دي معناها عياده طبيب الاسنان طبعا the dentist. نمبر 27 This is the best book I space have ever read have never read I'm reading was reading. ده ايه افضل كتاب؟ ها ما ينفعش اقول I have never read، مش بقول افضل كتاب طول عمره ما قريته، ما ينفعش اقول افضل وانا ما قريتهوش. I'm reading، لا التركيبه دي this is the حاجه، this is the best، this is the tallest، بستخدم بعدها البريزنت بيرفكت مع ايفر، يعني ده افضل كتاب قريته في حياتي، لان كلمه ايفر معناها سبق لك او قبل الان، بتتكلم عن الخبرات السابقه، يبقى لحد دلوقتي، لكن ممكن اجي في المستقبل اقرا كتاب احسن منه، اقول this is the most beautiful girl I have ever seen، this is the most difficult situation I have ever faced، ده اصعب موقف واجهته لحد دلوقتي، دي اجمل فتاه قابلتها لحد دلوقتي، ده اجمل يعني او افضل كتاب قريته لحد دلوقتي، this is the best book I have ever read. 28
Have you done your English homework? Already? Just ever? Never. فين يا مستر؟ عارفين ان يد اللي تيجي في الاخر. طيب نشوف الباقيين، ينفع never و ever؟ ما ينفعوش في الوضع ده. طب تنفع just في الاخر كده؟ لا. تنفع already؟ يعني ايه already؟ يعني بالفعل انت قريت الكتاب؟ Have you done your... او بالفعل انا اسف، Have you done your English homework already؟ بالفعل، هل انت بالفعل عملت الواجب بتاعتك؟ طبعا already already بيدل على ان الحدث تم اسرع من المتوقع، فانا بسالك بالفعل خلصت؟ تمام. لكن لو كانت yet have you done your English homework yet، انا بسال هل لم تنتهي بعد؟ يعني لحد دلوقتي ما خلصتش؟ في فرق طبعا أو في المعنى بين الاثنين. يت يبقى هو ما حصلش وما تمش، لكن اوريدي ده خلص بس انا بتعجب من سرعتك. يا انت خلصت الواجب بالفعل؟ 29 I haven't seen him the last week ago since four already. already ما تنفعش هنا لانها لا بين هاف والتصريف الثالث ولا في الاخر، واجو طبعا بيجي قبلها بيريد اوف تايم، وذا لاست ويك طبعا، وهنا دي بقى الخدعه، هي فور ولا سينس؟ لا مش سينس، اللي قال له سينس لاست ويك، لا فور ذا لاست ويك. I haven't seen him طوال، فور ذا لاست ويك يعني طوال الاسبوع اللي فات كله. خدوا بالكم، لاست ويك تاخد سينس، ذا لاست ويك تاخد تاخد فور. ليه؟ لان لاست ويك انا بتكلم عن نقطه في الزمن اللي هي الاسبوع اللي فات، لكن ذا لاست ويك انا بتكلم عن بيريود، عن مده، يبقى بستخدم فور. I haven't seen him for the last week. وكذلك last month تاخد سينس، وذا لاست مانث تاخد فور، ولاست يير تاخد سينس، وذا لاست يير تاخد فور. 30 and the last one. Have tried Chinese food but I haven't tried French food. Never ever بر اللعبة. Already ولا يت؟ في نافي هنا، يبقى يت. I haven't yet. لم أجرب بعد الطعام الفرنسي. دي الجملة ديت نمبر 30 عكس الجملة اللي اخترنا فيها already فوق اللي هي كانت 28 have you done your English homework already، مش عكسها. أنا بنفرق بين already يعني تم أسرع من المتوقع، وأنا بسأله يا أنت بالفعل خلصت واجبك؟ أما الأخيرة طبعا أنا بقول لم أجربه بعد، لكن لو أنا عايز أستخدم already يبقى طبعا ما ينفعش معاه صيغة الإيه؟ النفي. لو واحد بيقول لي مثلا جرب الأكل الفرنسي، أقول له إيه؟ I have tried French food already، بالفعل جربت قبل كده الأكل الفرنسي. كده خلصنا، نعمل سبمنت عشان نشوف الدرجة ونتأكد إن أنا حلينا صح. بيقول لي فيو سكور، طبعا هنا هيكون في آخر كده الامتحان ده الفيديو، لينك القناة اللي ممكن تشوف عليها الفيديو ده كامل، وهتشوف عليها فيديوهات كاملة تانية كمان بتاع الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي وباقي الصفوف كمان والمرحلة الإعدادية، وتقدر يعني يا رجاء تشترك في القناة عشان تتابع كل جديد. ندوس فيو سكور، هنلاقي الدرجة كويسة كده، تمام 30 out of 30. شكرا ليكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.